اهلا بحضراتكم مره تانية، وقبل ما نبدا معاكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا اللي منورانا في الاستوديو. ليندا صباح الخير عليكي، ويعني الجو صعب. صباح الخير جوانا. صباح الخير شازلي. الحقيقه جوانا في النهارده ارتفاع في درجات الحراره، امبارح كان 41 في القاهره، النهارده 42. اتفضل يعني كده يعني كل يوم هنزيد درجه لحد يوم السبت، هيبقى في ارتفاع في درجات الحراره. النهارده ذروه صح يا ليندا؟ اه بالظبط كده. اتفضلي تعالي نشوف التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، والجو هيكون حر جدا، وفي كمان رطوبة بين درجتين لأربع درجات. مع الجو الحر ده هيكون في الصبح شبورة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري، ده غير أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وممكن توصل للسيول على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 42، وأعلى درجة حرارة في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 33. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشازلي وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا جزيلا.